والآن تنضم إلينا من تل أبيب مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ما آخر المستجدات إليك؟ والآن نحن نشاهد عبر كاميرا القاهرة الإخبارية هناك تظاهرات كبيرة في تل أبيب، هناك اشتباكات بين قوات الأمن وأيضا المتظاهرين الذين يرفعون لافتات عليها صور المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس. بالفعل أمل، هذه ليست فقط اللافتات بل أن هنالك مقطع لكلمة بايدن كان قد عرض هنا في الشارع في تل أبيب. كذلك الحال، نتحدث عن صندوق الاقتراع للمحكمة وللحكومة الإسرائيلية، وهذا يعني بأنهم يطالبون بتسريع موعد الانتخابات العامة. الآن نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تسريع الانتخابات العامة، بمعنى دانا تسريع الانتخابات العامة هنا بمعنى مطالبة برحيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي وحكومته الحالية. بالفعل، يعني عادة ما تكون الانتخابات أو موعد الانتخابات أربع سنوات في تل أبيب في القدس، وتكون في شهر 10 تقريبا تشرين الأول. تحاول عوائل المحتجزين واليسار الإسرائيلي الضغط على تبكير موعد الانتخابات، هذا يعني بدل من الانتظار حتى عام 2000 بدلا من الانتظار حتى عام 2026 أن يتم تقديم موعد الانتخابات. نتحدث أن الآن هنالك تصعيد على أرض الواقع على الميدان، هذه هي الإضاءة والدخانية التي يطلقها عوائل المحتجزين. حاولت شرطة الاحتلال مصادرة بعض هذه المعدات التي تستخدم كنوع من الاحتجاجات. كان هنالك شاحنات إسرائيلية كانت قد استخدمت كسد للطريق ومنع وصول المتظاهرين إلى شارع أيلون التي عادة ما تكون فيها هنالك تظاهرات. يبدو أن هنالك أوامر من وزارة الأمن أو حتى من شرطة الاحتلال الإسرائيلية بأن لا يكون هنالك تصعيد أو السماح للمتظاهرين بالخروج إلى شارع أيلون الذي عادة يكون في هذه المواجهات. الآن إلى أي مدى تنجح إلى أي مدى تنجح التظاهرات في الضغط على حكومة الاحتلال بالموافقة على المقترح الأمريكي؟ بالفعل يبدو أن هذه التظاهرات بدأت تأتي أكلها في الشارع الإسرائيلي، وخاصة بعض اللافتات التي كانت تنادي بايدن لحماية المحتجزين من نتنياهو، كانوا يخطون في هذه العبارات بايدن please save them from نتنياهو، هذا يعني بأنهم يطالبون الإدارة الأمريكية في ضرورة المضي قدما في صفقة التبادل. كذلك الحال، كان هنالك مقطع لكلمة بايدن، وقالوا عوائل المحتجزين بأنهم سينظمون غرفة عمليات لمتابعة التطورات ولضمان وجود أكبر عدد ممكن من أعضاء الكابينيت الكنيست الحكومة الإسرائيلية للضغط على حكومة نتنياهو للمطالبة وللمضي قدما في صفقة التبادل. حتى أن اليوم في أحد الكلمات في إحدى الكلمات التي كانت على المنصة هنا كانوا يطالبون ما يسمى الهستدروت اتحاد نقابة العمال بضرورة الدخول في هذه التظاهرات للضغط أكثر فأكثر على الحكومة الإسرائيلية. الهستدروت كان له موقف مشابه حين أقال بنيامين نتنياهو جالنت، وأجبر الشارع الإسرائيلي والهستدروت ونقابات العمال نتنياهو عن التراجع عن موقفه. لربما هذه التظاهرات اليوم تزداد أكثر فأكثر. نحاول الاقتراب. هذه ليست تظاهرات فقط دانا، كما أشاهد عبر الفيديو أو عبر الصور التي تبث الآن على شاشة القاهرة الإخبارية، هل تستخدم شرطة الاحتلال الإسرائيلي يعني أي أدوات عنف لتفرقة المتظاهرين؟ وهل تتوقعين دانا استمرار تلك التظاهرات إلى حين موافقة نتنياهو على مطالب المتظاهرين؟
كان هنالك قرار، وهذا جزء من الكلمات التي ألقتها عوائل المحتجزين اليوم، بأن ستستمر هذه التظاهرات لوقت طويل متأخر من الليل، بل أنهم قالوا إذا لزم الأمر وذهبوا إلى مكاتب ومنازل وزراء كابينيت الحرب، وزراء الحكومة الإسرائيلية، سيفعلون هذا للضغط على الحكومة الإسرائيلية. عادة بعد الساعة 9 تتوقف هذه التظاهرات، وبعدها يخرج قلة قليلة إلى شارع أيلون. ولكن اللافت، بعد مرور ما يزيد على ساعتين من هذه التظاهرات، ما زالت الأعداد كبيرة مستمرة، وحاول بعض المحتجين هنا إغلاق مدخل رئيسي في وزارة الأمن الإسرائيلية. هذه تعزيزات شرطية مشددة هنا كما نشاهد أمام مقر وزارة الأمن الدفاع. هل تستخدم شرطة الاحتلال الإسرائيلي العنف لتفرقة المتظاهرين؟ كنت أتحدث أنه من اللافت أن هذه المرة لربما كان هنالك بعض التعليمات والإلزامات للشرطة الإسرائيلية بعدم استخدام العنف، كان واضح من خلال تجنب خروج المتظاهرين إلى شارع أيلون، وتمثل هذا في وضع شاحنات أمنية عند الشارع الرئيسي، شارع أيلون، المفصل الذي يفصل ويصل بلدات شمال تل أبيب عن جنوبها. ولكن فرق الخيالة ما زالت موجودة، شرطة مكثفة، تعزيز شرطي مكثف في أنحاء تل أبيب ككل، وخاصة في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية. الآن يطالبون عبر مكبرات الصوت الجميع بالخروج والتنحي عن هذه الطريق. هذه مجموعة من المعدات التي قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بمصادرتها من عوائل المحتجزين، وحاولوا دانا عائلات المحتجزين قالوا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على المقترح الأمريكي أن الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح ذويهم. هل هذه الفرصة بالفعل هي الأخيرة أم أمام نتنياهو؟ بالفعل، وهذا ما دعت إليه عوائل المحتجزين في بيانهم اليوم وفي مؤتمرهم المعتاد في يوم السبت في تمام الساعة 6:30 تقريبا، يكون هنالك كلمة لعوائل المحتجزين. قالوا بأنهم سيشكلون غرفة عمليات للتعامل مع تصعيد الأوضاع في داخل الشارع الإسرائيلي. الآن يطالبون عوائل المحتجزين أيضا بأن تكون هذه التظاهرات ليس حصرا على تل أبيب، يقولون بأن هذا الصوت يجب أن يسمع في القدس في الكنيسة الإسرائيلية، ويجب الحصول على أغلبية من أعضاء الكنيسة ليكون هنالك موافقة وضغط على الحكومة الإسرائيلية. في هذه الصور نشاهد الآلاف ما زالوا مستمرين بالتواجد هنا أمام مقر وزارة الأمن الدفاع. شرطة الاحتلال الإسرائيلية تشكل بأجسادها سد منيع أمام المتظاهرين للتجول في الشوارع الإسرائيلية ووصولا إلى شارع أيلون، والتي تقول الشرطة الإسرائيلية في بياناتها أن هذه التظاهرة غير قانونية، غير مرخصة، لذلك عادة ما تستعمل العنف معهم. حتى اللحظة لم تسجل حالات اعتداء، ولكننا نشاهد تعزيزات شرطية مكثفة في الشوارع المحيطة، نشاهد أعداد من فرق الخيالة التي تستخدم عادة لإبعاد المتظاهرين، وكذلك نلاحظ تعزيز شرطي مكثف لهذه الأعداد. يحاول المتظاهرون الالتفاف من طرق التفافية واستخدام طرق التفافية لإغلاق شارع رئيسي في تل أبيب، ولكنهم يفشلون. ومع هذا في كل مرة يعيدون مجددا. الآن الآلاف يتواجدون على الشوارع في الطرقات جالسين عليها، آخرون يتواجدون أمام مقر وزارة الأمن، ونحن في محيط وزارة الأمن الكرياء الإسرائيلية. نعم دانا. وما زالت الأعداد تتواجد بكثرة، وهذا ما لمحت إليه العوائل بأنه سيكون هنالك تغير في هذه التظاهرات. نعم.